السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان من قناة ثواني ألمانية مع إلهان، وخبر مفرح جديد لإلكن وحصل تماما مثل ما كنت متوقع. تم التوصل إلى حل توافقي بين السيدة ميركل وبين السيد زيهوفا، اللي أعلن من خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل أنه تم التوصل إلى اتفاق، وأن رح يتم قائم على جميع مناصبه إن كان وزير للداخلية أو رئيس لحزبه السي اس او، بعد المخاوف اللي كانت موجودة أني ممكن يسحبوا أعضاء من البرلمان، فبالتالي ما رح يكون في أغلبية لحزب السي دي او، الأمر اللي رح يؤدي إلى إسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة، وهذا الشيء اللي عم يستناه حزب الآف دي من أجل كسب المزيد من أصوات الناخبين. إذا الحمد لله مشت الأمور بهذا الشكل، وتم حاليا التوصل إلى اتفاق مبدئي، فمنتمنى أن الأمور تروح بهذا الاتجاه. بس حبيت أني خبركم بهذا الشيء وفرحكم بهذا الخبر، وبتمنى لكم ليلة سعيدة وأمسية سعيدة. كان معكم إلهام بوزان من قناة ثواني ألمانية مع إلهان، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم.